عندنا مصاحف قديمة كانت في مسجد وفي المحل اللي أنا فيه كده موجودة قديمة، نسخ قديمة جدا، إزاي نتصرف فيها؟ ممكن تحرقوها إذا لم تكن لها فائدة عندكم. حتى لو هي عدد حوالي 10 12 صفحة. أقول لك لو لم تكن لها فائدة جاز أن تحرقوها. بارك الله فيك. وفيكم.